مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن وجولة مسائية نناقش خلالها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاجتماعية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر التلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا بأبرز ملفاتها. نابلس تشيع شهداء جريمة بلاطة وسط أجواء من الغضب. تدهور خطير يطرأ على الوضع الصحي للأسير المريض وليد دقة. وفي قصة اليوم، طلبة غزة في السودان، عودة منقوصة محفوفة بالخطر وبلا شهادات تخرج. إلى التفاصيل. شيعت جماهير غفيرة من محافظة نابلس جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وصولا إلى الدوار الرئيسي وسط المدينة، ومن ثم إلى منازل الشهداء في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليهم. وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة فتح رزق 30 عاما وعبد الله أبو حمدان 24 عاما ومحمد زيتون 32 عاما،
كما وأصيب 6 آخرون على الأقل، جروح أحدهم حرجة، وتم تفجير عدد من المنازل. وبارتقاء الشبان 3 في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 37 شهيدا من مدينة نابلس، وإلى 160 شهيدا في عموم الوطن. كله تدمر. وين الإنسانية؟ وين الإنسانية؟ عن رقتل لك إياه. معجزة إنهم عايشوا. أنا هذا عشت في ذكريات إلي متجوز فيه 36 سنة، بحبه وبحب، يعني كنت أنا وجوز أحلى أيام في أولادي. والله فجروا يا خالتي، وإحنا بالدار ما قالوا لنا اخلوا ولا اطلعوا ولا إشي. عبد الله قاعد أنا وين تخبيت خالتي بش اسمه عند طرقة الحمام، أنا بناتي تنتين صبايا، حشرنا حالنا ويطخوا تحت الشباك، نكف الطخ قبل ما يهدوا الدار، نكف اللمسة اللي تمسناها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنشدهم يساعدونا بالبناء، يرجعونا دارنا. بدي نقعد بهالدار، نمدد حالنا. أنا متي مرة كبيرة مسنة، يعني 60 سنة بدي يصير عمري، 58 سنة. كسروا لي جلي، كسروا لي غراضي، ما فيش بيت جديد لسه كله جبته، ماليش أسبوعين دهن الدار. وين الإنسانية؟ وين هالإنسانية؟ وين هالإنسانية؟ الكزاز فوق روسنا، الهدم فوق روسنا، ما حدا مطلع على حدا. ما بصير هيك، عالم صامت، عالم ما مش متحرك، لا حكومة ولا دول عربية ولا إشي. فجروا الأبواب، خشوا على الدار، حشروا النسوان لحال والزلام لحال، وبلشوا يدغوا فيه وضربوني. بدهم يعرفوا ابني وين بروح وين بيجي. قلت له بعرف إيش. خشوا على الدار الولد اللي بدهم إياه، ضربوا قنابل صوت، كسروا الدار، الكنبيات، ما يعني إيش جنون. وصار يحكوا لزوجتي عن اختل لك إياه. اللي صار زي ما أنت شايف، بيجوا بهدوا 4 دور، بيدعوا انه في مطلوب هنا، ولا ببلغوا ولا بيحكوا انه يطلعوا لاهل الدار. يعني اهل الدار اللي هنا بمعجزه انهم عايشوا. احنا اذا مشكلتهم بالدور يهدوا كل دور المخيم، فيش عندنا مشكله احنا، مقابل انه ما ينجرحش اي مطلوب او اي حدا من سكان مخيم بلاطه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي. سيد سامر، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. أهلا بكم، مساء الخيرات. يعني بداية سيدي، كيف تقرؤون استمرار هذا التصعيد على الأرض، هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب في الضفة الغربية؟ ما الذي يسعى إليه الاحتلال بالتحديد؟ يعني واضح ما يحصل في هذه الفترة من تراكم الإجراءات أو التجاوزات الخطيرة لهذه الحكومة الفاشية المتطرفة التي تحتوي بين فيروس موتريتش. واضح يعني بدءا بمسيرة الأعلام قبلها، الاعتداء على قطاع غزة، الحرب التي شنت ضد قطاع غزة، وأيضا مسيرة الإعلام، ثم دخول بن غفير اقتحامي للمسجد الأقصى المبارك، ثم الاجتماع الحكومة تحت أسفل حائط البراق، واليوم أيضا هذه الاقتحامات المستمرة. يعني منطقة مثل مخيم بلاطة، مخيم بلاطة بالمناسبة لا يتعدى كيلومتر مربع، يعيش فيه أكثر من 30,000 بني آدم، نساء ورجال وأطفال. عندما يدخل إليه 400 جندي وضابط إسرائيلي، يعني بالتأكيد سيحصل مجازر، سيحصل لأنه البيوت متلاصقة مع بعض، والناس يعني اكتظاظ سكاني بشكل كبير، وطبعا الهمجية اللي بيدخلوا فيها والطريقة اللي بيقتلوا فيها واضح
انه في معهم تعليمات بتصعيد الامور لابعد حد. هذا يوضح انه تخبط الحكومه الاسرائيليه بين انه نتنياهو يعني تعرض لابتزاز من قبل بن غفير الذي يريد ان يذهب بالحكومه الى حيث يريد كما وعده نتنياهو كما وعد هو مستوطني ايضا. وبين انه نتنياهو اصلا هو يعني يريد هذا التطرف يريد هذا التوجه، ولكن في نفس الوقت هو له حسابات دوليه واقليميه قد تتعارض مع ذلك، ولكن في كل مره ينصاع نتنياهو لهذا التوجه ويتوجه اكثر في الهروب الى الامام في المواجهه ضد الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفه او كان في قطاع غزه او في داخل بيت المقدس. الاعتداءات هذه متكرره ليست جديده على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه الفتره بكثافه اكثر وبجبروت اكبر وبطريقه وقحه اكثر، تتحدى كل شيء، تتحدى العالم، تتحدى المجتمع الدولي، ولا ترتبط باي مفاهيم ولا اي مواثيق ولا اي قوانين في طريقه التعامل. بالامس اول امس ايضا هناك كان في الكنيسة الاسرائيلية اعاده سحب فك الارتباط مع المستوطنات في شمال الضفه، يعني مقصد بين نابلس وجنين اربع مستوطنات وبتبدا بحومش، هذا يعني مزيد من الاحتكاك مع القرى المحيطه المناطق المحيطه ودعم المستوطنين بكل جبروت. يعني نابلس في الفتره الاخيره يعني تتعرض لنوع من الحصار الشديد على الحواجز، الاقتحامات شبه ليليه، الاغتيالات مستمره، التدمير مستمر دائما ب يعني حجج واهيه وبطريقه مستفزه للناس. واعتقد ان كل هذه الاجراءات الاسرائيليه لن تفيد الاحتلال ولن تنهي حاله فكره المقاومه التي امتدت في الكامل الفلسطيني في كل المواقف في تعدد الساحات وتعدد المواقف حتى في اكثر من اتجاه. سيدي يعني في القدس ربما وانت تحدثت عن اجتماع الحكومه الاخير في الانفاق، ايضا اقتحام بن غفير للاقصى، تصاعد كبير في الاستفزازات، ايضا يوم الجمعه شهدنا من قبل المستوطنين اثناء او بعد وقبل صلاه الجمعه استفزازات ومسيرات في البلده القديمه في القدس، اليوم في الخليل مسيره للمستوطنين، بعد مسيره الاعلام يوم الخميس، هذا يعني شهدنا تصاعد كبير في هذه الاستفزازات بالتحديد من قبل المستوطنين، يعني برايك هل كان يعني الانفلات هذا الانفلات من المستوطنين كان له علاقة بما حدث يوم الخميس وبعد مسيرة الأعلام أعطتهم هذه الدفعة للاستفزاز بشكل أكبر؟ وهذه كانت مقدمة، مسيرة الإعلام كانت مقدمة، وبن غفير أصر على هذا التوجه وسمح له نتنياهو حتى بعد الحرب على غزة كيف أنه تستمر هذه المسيرة. بالتأكيد أعطت دفعة، أكثر من عامل أعطى دفعة للمستوطنين. أولا كما ذكرنا الضمانات التي أخذها بن غفير من نتنياهو بعدم التعرض والسماح بهذا الإجراء، أعطى كرت أخضر لكل المستوطنين للمزيد من العربدة. القضية الثانية أن الحكومة القائمة حاليا هي حكومة مستوطنين، وبالتالي التوجه واضح لإقامة دولة المستوطنين في الضفة الفلسطينية، ولذلك هم يسمحوا لهم بكل الممارسات من التعرض للناس في الشوارع، للاعتداء على القرى، اعتداء على شبه يومي، قرى نابلس على سبيل المثال، قريوط، بورين، ومعظم القرى اللي هي محيطة في جنوب نابلس، اعتداءات يومية من المستوطنين، إذا هم أخذوا أيضا الضوء الأخضر في هذا التكوين. وأيضا عندما وافق نتنياهو على ما يسمى بالجيش الوطني بإمرة بن غفير، أيضا هذه حتى تعتبر ميليشيات للمستوطنين مسلحين ومدربين للاعتداء على الفلسطينيين. وبارتباط بكل ذلك في الوضع السياسي العام، القمة العربية التي لم تأخذ أكثر من الكلام اللفظي والمساندة اللفظية للشعب الفلسطيني ولبيت المقدس وما حصل في هذه القمة العربية أعطى أيضا ضوء أخضر، وبالتالي عندما يعني اجتمع نتنياهو بحكومته اسفل حائط البراق قال بصريح العباره هذه القدس لنا ونحن موجودون وماذا انتم فاعلون، سواء كان الكلام وجه لرئيس ابو مازن الذي قال ان لا حقيه لليهود في هذه المنطقه او للعرب والمسلمين، وبالتالي ضعف الموقف العربي والاسلامي ايضا اعطى نوع من الضوء الاخضر لهؤلاء ليتحركوا بكل هذه القوه.
لكن يعني في المقابل أعتقد أنا يعني هذا بالتقييم السلبي لما يحصل وما حصل في الأيام السابقة، لكن في التقييم العام أعتقد أن دولة الاحتلال في حالة ارتباك داخلي، في حالة هروب للأمام، في حالة استعراض مواجهة، لأنه بالتأكيد أثبتت المواجهات الأخيرة دولة الاحتلال لا تستطيع فتح كافة الجبهات في الضفة وفي غزة وفي 48 وفي الحدود الشمالية مع لبنان ومع سوريا، وأن إذا ما تصاعدت الأمور وصلت إلى مواجهة شاملة من هذا النوع، الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال أضعف من أن تواجه هكذا مواجهات. لذلك هذا الهروب إلى الأمام قد يكلف دولة الاحتلال كثيرا. ومرة أخرى نقول أن الآن دولة الاحتلال تصطدم بقضايا ثلاث أساسية لا تستطيع التعامل معها. عندما تتحدث عن الذئب المنفرد أو العمليات المنفردة في الضفة الفلسطينية، يعني لا تعرف زمانيا أو مكانيا أو نوعيا متى المعركة، متى العملية القادمة، ما نوعها وما مكانها. بالتالي هذا كله يربك الجيش الإسرائيلي ويؤثر بشكل كبير على الجيش الإسرائيلي. وكذلك معركة كانت مع الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ألقت بأربع ملايين إسرائيلي في الملاجئ. لذلك كله أعتقد أن هذه المواجهة فيما لو كبرت، وهم يعون ذلك تماما، لن يستطيعوا مواجهتها، ولكن هم يحاولوا أن يسالوا كل زمن ليفرضوا نوع من كما ذكر دولة المستوطنين في الضفة الفلسطينية. طب أخيرا سيد سامر، الأيام القادمة في ظل المعطيات الموجودة الآن على الأرض، ما الذي تحمله برأيك الأيام والأشهر القادمة؟ واضح التصعيد، باتجاه التصعيد واضح. يعني الاحتلال يصعد في كافة المستويات كما ذكرنا، القتل على الحواجز، الاعتداءات على المقدسات والسماح للمستوطنين، كل هذه الإجراءات بالتأكيد ستجر رد فعل فلسطيني أوسع وأكبر. وهم لم يصلوا إلى القناعة أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية كانت محصورة في فترة من الفترات على مخيم جنين، انتشرت إلى البلدة القديمة منها، انتشرت إلى المواقع المختلفة، وبالتالي أصبحت فكرة وليست ظاهرة منتشرة. والشعب الفلسطيني أخذ قراره بإعادة التموضع، يعني 30 سنة من ما يسمى مفاوضات سلام، ثبت حتى للأجيال الشابة التي ولدت بعد اتفاق أوسلو أو بعد حتى الانتفاضة الثانية، على قناعة أن هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة لا يمكن التفاهم معها أو التفاوض معها. وبالتالي أخذ قرار الشعب الفلسطيني، كل ما كان هناك طبع وجبروت إسرائيلي كل ما كان مقاومة أكثر. لذلك الأمور مرشحة للمزيد من المواجهة، والشعب الفلسطيني بصراحة ليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيكون الاحتلال أمام مأزق كبير مستقبلا في المواجهة على كافة الجبهات. نعم، الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. إلى ملفنا الثاني، قالت عائلة الأسير وليد دقة وحملة إطلاق سراحه إن سلطات سجون الاحتلال نقلت صباح اليوم الأسير وليد دقة من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي في الرملة جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، وذلك سبب له الاختناق التنفسي الشديد جدا والتلوث. وجددت العائلة والحملة في بيان لهما مطلبهما الوحيد، وهو الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون أي قيد. لنستمع إلى ما قاله جميل سعادة مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرة. تتعمد إدارة السجون الإسرائيلية من ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، بحيث لا تكترث دائما إلى الطلبات الحثيثة التي يقدمونها من أجل العمل على إجراء الفحوصات الطبية والدورية لهم، وكذلك عدم نقلهم إلى المستشفيات من أجل عمل هذه الفحوصات إلا بعد مرور فترة طويلة على مثل هذه الطلبات التي يتقدم بها الأسرى، بحيث يلجأ العديد من الأسرة من تقديم التماسات إلى المحاكم من خلال طاقم محامين هيئة الأسرة من أجل الضغط على إدارة السجون بنقلهم إلى المستشفيات المدنية. وفي حال تم نقل الأسرة إلى المستشفيات المدنية يكون ذلك بعد فترة طويلة، بحيث أنه يكون قد استشرت الأمراض وانتشرت في أجسادهم، بالإضافة إلى مطالبات الأسرة بدفع نفقات العلاج الذين يحصلون عليه.
سياسة الإهمال الطبي الذي يمارس بحق الأسرى هي سياسة متعمدة من قبل إدارة السجون، والأسرى يصارعون الموت لفترات طويلة حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات، وفي حال تم نقلهم إلى المستشفيات تكون قد استشرت الأمراض وانتشرت في أجسادهم، بحيث أن العلاج الذي سيحصلون عليه لا يقضي على الأمراض. وكان هنالك العديد من الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون جراء ممارسة سياسة الإهمال الطبي، كما حصل مع الأسير ناصر أبو حميد وما يحصل الآن مع الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى، والأعداد كبيرة داخل السجون الإسرائيلية وتحديدا الأسرى القابعين في عيادة سجن الرملة بشكل دائم. وإلى جولة على آخر التطورات الميدانية في المحافظات الفلسطينية. البداية كالعادة من العاصمة المحتلة، قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزمني والمكاني. وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم. في محافظة رام الله استولت سلطات الاحتلال على أرض في قرية عبود شمال غرب مدينة رام الله. وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت على أرض بمساحة 14 دنما من أراضي قرية عبود. وأشار داود إلى أن القرار المعنون بوضع اليد لأغراض عسكرية محدد حتى نهاية العام 2027، وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة. في رام الله أيضا هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية أم صفة شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي أم صفة مروان صباح إن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل الراس شرق القرية وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 200 متر مربع ويعود للمواطن خالد قرعان بحجة البناء في المناطق جيم. وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت أراض وطرقا زراعية في المنطقة، ولفت إلى أن مواجهات اندلعت في القرية أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السامي والصوت باتجاه المواطنين. وأيضا في محافظة رام الله تواصل قوات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية وتمنع المواطنين من الدخول أو الخروج منهما، ما يضطرهم إلى سلوك طرق وعرة وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم. يذكر أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لهجمات مستمرة من المستوطنين تتمثل في الاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار وغيرها من الاعتداءات. إلى محافظة الخليل، شارك عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين المشاركين في المسيرة رددوا هتافات عنصرية أثناء خروجهم من مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف عبر أزقة البلدة القديمة وحاراتها، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة الذين عرقلوا مرور المواطنين في المكان. في
الخليلي أيضا هدمت جرافات الاحتلال منزلا وخيمة سكنية في تجمع ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا للمواطن ذياب حمامدة على مساحة 80 مترا مربع وخيمة زراعية للمواطن عايد حمامدة للمرة الخامسة. وأشار مخامرة إلى أن الاحتلال أخطر عددا كبيرا من منازل المواطنين في منطقة ماعين بالهدم بهدف التوسع الاستيطاني. افتتح منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في قرية الشباب التعليمية ببلدة كفر نعمة قرب رام الله مركز القرية التعليمي لتجسيد فكرة التعليم خارج الأنماط التقليدية وفتح آفاق جديدة للتعلم في أحضان الطبيعة. المكان قرية الشباب في كفر نعمة شمال غرب رام الله، والمؤسسات الراعية منتدى شارك الشبابي والاتحاد الأوروبي. أما الحدث فهو حفل افتتاح مركز القرية التعليمي لتجسيد فكرة التعليم خارج الأنماط التقليدية وفتح آفاق جديدة للتعلم في أحضان الطبيعة. هاي القرية وهاي المركز التعليمي هو بعبارة عن أمل للشباب عشان يوصلوا الصمود وعشان يوصلوا أحلامهم في إن شاء الله القيام بوطن مستقل وفلسطين دولة مستقلة في المستقبل إن شاء الله. قرية الشباب حلم أصبح حقيقة بكل هذه المرافق والإمكانيات، أصبحنا نستطيع أن نستقبل أعداد أكبر من الشباب من طلبة الجامعات. قرية الشباب اليوم أصبحت مزار للجامعات الفلسطينية للوفود الدولية بمحاذاة الاستيطان مع كل أسف، وبالتالي هي أيضا تقدم نموذج في التعايش مع الأرض ونموذج للمقاومة السلمية. مركز قرية الشباب التعليمي تم تهيئته ليستقبل جميع فئات المجتمع بدءا من الأطفال واليافعين وطلاب المدارس وصولا إلى طلاب الجامعات ومراكز التدريب المهني. وسيعمل المركز على تنظيم برامج خاصة لكل فئة من تلك الفئات بما يتناسب مع العمر والاهتمامات. لا شك أنه هاي البرامج بتنمي مهاراتنا من خلال توسيع شبكة علاقاتنا مع أشخاص من نفس مجالنا القانوني، إضافة إلى أنها تنمي مهاراتنا في الإلقاء والخطابة، احترام حرية الرأي والتعبير واحترام الآخر. مركز القرية التعليمي الذي افتتح اليوم هو جزء متواصل من سلسلة فعاليات وبرامج نظمها منتدى شارك الشبابي في قرية الشباب، كشبكة تثقيف الأقران وبرنامج تميز وبرنامج نموذج الأمم المتحدة وغيرها من البرامج بهدف تعزيز عملية التعلم والخبرة وخلق مساحة مثالية للتعلم من خلال العمل والمساهمة المجتمعية الفاعلة. إلى قصة اليوم وهي من قطاع غزة حول رحلة العودة من السودان للجالية الفلسطينية وبالأخص الطلاب الذين عاشوا تجربة صعبة ومحفوفة بالمخاطر حتى تمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة. مشاعر مختلطة من الحزن والفرح تعيشها العائلات الغزية التي نزحت من دولة السودان إثر الاشتباكات والصراع الدائر في العاصمة الخرطوم. فرح بتمكنهم من الوصول إلى قطاع غزة بعد الرحلة الطويلة والحزن على العودة بلا شهادات تخرج. نتابع كافة التفاصيل في القصة المصورة التي أعدها الزميل أحمد الشنباري. يعني غزة هي بلدنا، هي البلد اللي الواحد بيعتز فيها مهما كان بتم بلد. والله الكل قلقان على مستقبله، ولكن بنتأمل كل خير إن شاء الله يحدث في السودان ونرجع نكمل دراستنا هنا.
الأمور كانت نوعا ما خطيرة، إن انتقلنا من ولاية بعيدة من الخرطوم وبعدين جينا على الخرطوم، ومن الخرطوم الحمد لله يعني السفارة رتبت لنا أمورنا كلها هيتها. لما نجينا للجانب المصري عدينا بالباص تقريبا بري من خلال معبر أرجين، وبعد كده إلى المعبر أرجين إلى المعبر هنا تقريبا الطريقة أخذت معنا يمكن 100 ساعة من لما تحركنا من البيت إلى الآن وصلنا. يعني ما كان في دمار كله بالخرطوم بحري، دمار في المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، ما فيش كهرباء، الدنيا ظلام، ما حد، اهل السودان كلهم طلعوا من السودان، عشان هيك احنا خفنا. خايفين يعني حالة خوف كبير وخايفين على أولادنا في الجامعة، بنتي انحبست في الجامعة ما عرفناش نجيبها، راح أقرب لها مكان كان الداخلية عند صاحبتها، راحت عند صاحبتها تحت الطخ والخوف. الحمد لله يعني لما سمعنا إنه كل الجاليات قدرت تأخذ رعاياها من السودان، وقلنا طب الحمد لله يمكن لأن الجالية الفلسطينية تأخذنا زي ما أخذتهم، بس الحمد لله الجالية الفلسطينية ساهمت. قضينا إن إحنا نترك المكان اللي إحنا كنا فيه لأنه الجامعات قافلة والأوضاع تزداد خطورة شوية بالأخص على الوافدين، فإحنا قلنا إنه تعتبر فترة زيارة للوطن الحبيب. طبعا أنا آخر مرة جيت هنا السودان تقريبا في 2019، جيت غزة هنا، جيت فلسطين في 2019، فاعتبرت أنها فرصة كويسة جدا إني أجي زيارة للأهل مرة ثانية. وإلى فقرتنا عودة إلى الذاكرة. اليوم هو 22 من أيار، وبالعودة إلى الذاكرة نستعرض لكم أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ الفلسطيني في مثل هذا اليوم. في العام 1948 العصابات الصهيونية تحتل قرية الطنطورة جنوبية حيفا بعد ملاحقة سكانها وقتلهم، وقد دفن 200 من أهلها في مقبرة جماعية. في العام نفسه مجلس الأمن يصدر القرار رقم 49 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس، وقد أصدر المجلس قراره هذا نظرا لعدم الامتثال لقراراته السابقة واستمرار العمليات العسكرية في فلسطين. في 22 من أيار عام 1967 الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يغلق مضيق طيران وخليج العقبة في وجه سفن الاحتلال التي تحمل معدات عسكرية استراتيجية. وفي العام 1995 جيش الاحتلال يغتال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمود الخواجة. أخيرا في العام 2002 عملية فدائية في ريشون لتسيون أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة قرابة 40. ومحطتنا الأخيرة في مساء الخير يا وطن مع حالة الطقس. هذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
أما غدا فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وفي نهاية هذه الجولة، هذا تذكير بأبرز ملفاتها. نابلس تشيع شهداء جريمة بلاطة وسط أجواء من الغضب. تدهور خطير يطرأ على الوضع الصحي للأسير المريض وليد دقة. وفي قصة اليوم، تابعنا طلبة غزة في السودان عودة منقوصة محفوفة بالخطر وبلا شهادات تخرج. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كل الشكر للزملاء في غرفة التحكم محمد الزاغة ومحمود معطان، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.